كان وافي لشغله، الله يكون بعون عائلته. أخي العامل، من حقك أن تحصل على دورات وتوجيه للحفاظ على صحتك وسلامتك خلال عملك، ومكان عملك ملزم على تقديم هذه الدورات لك، ومش من حقك أن تهمل ولا تطبق هذه التعليمات. إحنا مع إنك تكون وفي، بس أولاً وفي لسلامتك ولعائلتك. المؤسسة للسلامة وللصحة المهنية، نهتم فيكم.